يبقى معنا سيادة اللواء الدكتور سيد غنيم، وينضم إلينا من بيروت الصديق العزيز الأستاذ عباس ظاهر، مدير مركز الاستشراف للمعلومات. أهلا تحياتي بحضرتك سيد دكتور، عباس. أهلا تحياتي بحضرتك يا سيد، للجنرال أيضا. أهلا بحضرتك. السؤال مرتبط بما قاله السيد حسن نصر الله النهاردة، أن لبنان كله سينكشف إذا لم نرد على اغتيال العروري في بيروت، وأن الرد آت لا محالة. وقال كمان إذا نجح الإسرائيليون في غزة فإن جنوب لبنان سيكون التالي بعد غزة. وقال كمان إن حزب الله نفذ 670 عملية عسكرية على الحدود مع إسرائيل منذ 8 أكتوبر الماضي. هل الرجل يمهد لفكرة أن المواجهة قائمة والمزيد من المواجهة قادمة؟ فضل عباس. أعتقد دكتور أن ما قاله سيد نصر الله هو كلام مردعي، وبالتالي لو كان حزب الله أو كل عناصر المقاومة في لبنان تصعيدا منذ البداية أو توسيعا لمسرح العمليات جنوب لبنان لكان حصل، وبالتالي كان حاول قدر الإمكان أن يبقي هذه الجبهة على مداها الموجود. وتحدثنا سبق وتحدثنا في الاستديو عند حضرتك منذ فترة أسابيع ضمن 100 كيلومتر وعرض محدد بعض الشيء. وبالتالي هل تغير شيء ما؟ نعم، الذي تغير أن إسرائيل لم تكن مردوعة، وبالتالي هي استمرت في التمدد ومحاولة الحركشة أكثر بحزب الله وصولا إلى اغتيال القائد الحمساوي في ضاحية بيروت الجنوبية. اليوم كلام أمين عام حزب الله وكل المعطيات تشير إلى أن سكوت أو عدم رد الحزب أو أطراف فلسطينية على استشهاد العروري يعني توسيع العمليات أكثر، يعني تجرؤ إسرائيل على اغتيال شخصيات أخرى في بيروت وغير بيروت. لذلك سيكون الرد بالنسبة لكل المعطيات حتمي مؤكد، لكن حجمه وتوقيته لا أحد يعلم كيف متى ماذا. وهل إسرائيل بعدها ستفهم أن هذا هو الرد فقط على اغتيال العروري؟ كل هذا الكلام الذي يأتي في هذا السياق يؤكد حتى الآن لو كانت المرحلة جديدة من ناحية التوسيع الإسرائيلي أننا لازلنا بالانضباط الموجود على الحدود اللبنانية الجنوبية، وأن أي عملية ستأتي هي كبيرة هي في إطار الرد، ليس إلا لأن حتى السيد نصر الله نفسه تحدث في الخطاب الماضي وقال أن حزبه يوازي ما بين الوقوف إلى جانب فلسطين غزة من جهة وما بين المصلحة اللبنانية من جهة ثانية، وبالتالي هذه المصلحة لم تنتفي، هذا الوقوف لم ينتفي، وكل خطاب اليوم الذي يركز فيه على وجوب وقف العدوان على غزة والضغط على المستوطنين الإسرائيليين في شمال الكيان قال لهم نحن لم نستهدفكم ولكن عليكم أن تضغطوا على إدارتكم وبالتالي وقف الحرب على غزة. لا أرى حتى هذه اللحظة تصعيدا أو توسيعا للجبهات، إنما لازالت في إطار الضبط ولو تفلتت كما حصل في الأيام الماضية باغتيال العروري، وسيأتي الرد على هذا ليس إلا. طب هل كلامه عن فكرة إنه هذه فرصة تاريخية لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة ألا يعني إنه ناوي ينتقل من حسن الدفاع إلى إتقان الهجوم؟ ماذا يمنع أن يكون هذا الكلام في إطار الضغط الميداني من أجل أي مشاريع مقبلة يحملها الأمريكيون؟ ونحن نعلم في لبنان أن المبعوث الأمريكي أموس هوكشتين آت إلى بيروت بعد أيام، وبالتالي هذا الضغط الميداني يستثمر في المشاريع التسويه التي يقودها الامريكيون والغربيون والفرنسيون وربما العرب ايضا. ولا يمكن حصر هذا الكلام في الاطار الميداني وبانه رغبه في القتال من اجل الهجوم. لو كان حزب الله يريد ان يهاجم لهاجم منذ 8 اكتوبر او بالاسابيع الماضيه على الاقل. بما انه يبقى في اطار هذا الوقوف إلى جانب غزة وهذه العمليات المحدودة وهذا الاستهداف المدروس وأخذ المصلحة اللبنانية بعين الاعتبار، معناها أنه لن يهاجم إلا إذا هاجمت إسرائيل. وهذا الكلام دائما يقولونه مسؤولون في حزب الله وغير حزب الله، إلا إذا هاجمت إسرائيل وأرادت توسيع الحرب فيكون عندئذ الرد بهذا المعطى والحرب مفتوحة. وأنا أستبعد لأن الأمريكيين
بشكل مباشر والإيرانيين بشكل غير مباشر كأنهم لا يريدون توسيع جبهات القتال في الإقليم وتحديدا جنوب لبنان. طب هستأذنك عباس، هروح لسيادة اللواء، بس يعني خليك معانا عشان هرجع لك مرة تانية. سيادة اللواء الخميني النهاردة، اسمه الخميني، خامنئي، قال النهاردة انه يطالب كل القادة العسكريين الايرانيين بالصبر الاستراتيجي. يعني ايه يا فندم الصبر الاستراتيجي؟ كويس فندم، الصبر الاستراتيجي هو مصطلح بيستخدم عادة في تعبير عن سياسة معينة. اليابان استخدمت الصبر الاستراتيجي مع الصين ولم يفلح معه. أوباما في استراتيجية الأمن القومي 2015 سماها صبر استراتيجي. بايدن التزم بصبر استراتيجي واتهم أنها فشلة بالنسبة له. الرئيس الصيني شي جين بينغ قال أنني ألتزم ثلاث أنواع من الصبر وأهمهم الصبر الاستراتيجي. وتلاحظ هنا أنها تعني أنني أمتلك القوة ولكني لن أستخدمها طبقا لما هو يعني التفوق قبل الصدام. أما ننظر إلى خامنئي في هذا الموقف، أنه يضع نفسه في نفس الموقف أن القوة، امتلاك القوة قبل الصدام. لماذا؟ أيوة. الأمر الأول، يعلم تماما أن أهم أذرعه وهو حزب الله لا يريد أن يفقده أو يفقد جزء من قوته في صدام حقيقي مباشر بقتال بري بينه حتى وبين القوات الإسرائيلية. الأمر الثاني، هو يعلم أن إيران ليست جاهزة لصدام مسلح الآن، ستفقد كل ما اكتسبته في الفترة اللي فاتت وأهمها ما وصلت له في القنبلة النووية أو المفاعل النووي أو كما يدعى عليها أو كما هو حقيقي، الله أعلم. نعم. أما الأمر الثالث، سيخسر الصين وروسيا الكثير. بمعنى روسيا لو دار قتال مع إيران، إيران الداعم المهم والرئيسي أكثر من كوريا الشمالية والأكثر اتضاحا لروسيا في حربها، وهي تحتاج ما زالت حرب روسيا مستمر. بالنسبة للصين، جزء كبير جدا إيران تسمى أو كما نراها أنها عنق الزجاجة بالنسبة للصين في الحزام والطريق. فتخيل حضرتك أن يحصل حرب، ده غير بقى المشاكل التي تحدث. فإذا الصبر الاستراتيجي هو الأسلم بالنسبة له. أما الواقع على الأرض فهو يستكمل الانتظار، عدم الرد الذي داومت عليه إيران والذي تعتبر إسرائيل والولايات المتحدة وربما أوروبا أيضا أن إحنا بنعمل في إيران ومش بترد. فلا، أنا ملتزم بالصبر الاستراتيجي، لن أرد على ما حدث مع رضا موسوي مع قدرتي، مع قدرتها أيا كانت. لن أرد على ما حدث مع العروري، لن أرد حتى على ما حدث بما يخص قبر سليماني وهكذا. طيب يعني ده ينقلني لعباس مرة أخرى. عباس، طب ما هو كده يبقى كأنه حسن نصر الله يلتزم بما يلتزم به القادة العسكريون الإيرانيون من كلام المرشد علي خامنئي بالصبر الاستراتيجي. هل نفس الاستراتيجية هي هي؟ أولا، عندما شنت حماس عمليتها في 7 أكتوبر، هل كان التوقيت هو توقيت حماس فقط أم توقيت المحور الذي تنتمي إليه؟ بدا أن هذا التوقيت كان توقيت حركة حماس لغير، وبالتالي منطقيا ومن ناحية التحليل باقي القوى التي تتحالف مع حماس أو تنتظم في نفس الصف الإقليمي هي ليست مضطرة لأن يكون هذا التوقيت الحمساوي هو توقيتها. بما أننا تجاوزنا هذا المعطى إلى حدود الوقوف إلى جانب غزة أو جانب حماس أو الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا الوقوف هو حدود هذا الإشغال، هذا التذكير على أن غزة ليست متروكة تحديدا من جنوب لبنان، ولكن هذه هي الحدود المرسومة الموضوعة عند اللبنانيين أو تحديدا الطرف الذي يقاتل إسرائيل أي حزب الله. وبالتالي لا يوجد حتى الآن رغبة أو قرار عند الحزب، هذه أولا. ثانيا، هناك مصلحة لبنانية تحدث عنها أمين عام حزب الله في الخطاب الماضي، وفعلا نحن نعلم في لبنان أن هناك سعيا ورغبة في أن يبقى الاستقرار، خصوصا أن هناك أزمة مالية في البلد وهناك خلافات سياسية أيضا، ولا رغبة في توسيع هذه الحرب. ولكن بما أن الحزب يذكر أنه يقف إلى جانب غزة ويعتبر أن أهدافه تتحقق على الحدود الآن بهذه العمليات، بالإشغال الألوية، بالجنود الجرحى أو القتلى الذين أشار إليهم في خطاب اليوم، تهجير المستوطنين الذين أراد اليوم أن يقول لهم اذهبوا واضغطوا على إدارتكم على حكومتكم كي تعودوا من أجل أن
بداية أن يوقف حرب غزة. وبالتالي هذه المؤشرات كلها تعني على أن المصلحة اللبنانية ومصلحة حزب الله بألا يوسع الحرب إلا إذا إسرائيل أرادت أن تراها فرصة للانتقام منه أو تحقيق نصر عليه، وهو ما لا يسمح به في المرحلة المقبلة. لذلك تحدث في خطابه عن المعطيات الحالية التي تؤكد برأيي أنا بالقراءة أنه سيبقي على قواعدها إلا ما عدا الرد على استهداف العروري في الضاحية الجنوبية. ما عدا ذلك، نعم هناك تلاقي بين المصالح السورية واللبنانية والإيرانية وربما العراقية بأن يكون الرد بما هو عليه الآن وليس أكثر. ولذلك يعلم الجنرال أنه لو كانت هذه القوة تريد ردا أكبر من ذلك استطاعت، لأنها لديها القدرة العسكرية بغض النظر عن النتيجة هنا نتحدث، وتحديدا حزب الله الذي لا يستخدم أسلحته البعيدة المدى ولا التي تحدث تفوقا، وإنما هي تبدأ من هذا الإطار الحاصل. كان عباس ظاهر مدير مركز الاستشراف للمعلومات، كنت معي من لبنان، كل الشكر لك. وخليني بس ألخص لحضراتكم ما وصل إليه ضيفايا الكريمان في الفقرة الثانية من الحلقة، أن فكرة الصبر الاستراتيجي وفكرة الردع الفعال هو اللي مسيطر على كلام حسن نصر الله وكلام المرشد الأعلى لإيران. بعد الفاصل هنكمل المشهد الثالث المهم، وهو المشهد التركي مع ضيفين آخرين.